انا سعيد جدا بتنظيم هذا المؤتمر الاول من نوعه الحقيقه، وده مهم جدا، لان من لو عملنا هذا المؤتمر في مصر في سبتمبر ونجح ممكن المؤتمر ده يسمع في الخارج. بس انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، ان السياحه في اعتقاد الشخصي ان احنا كاثريين بنقدر نعمل للسياحه دعايه بمكان، ودعايه قويه جدا. يعني احنا عام 2022 هيبقى عام في منتهى الاهميه في العالم كله، واحنا سياحيا نستغل هذا الحدث. الحدث الاول هو الاحتفال بمرور 100 سنه على كشف مقبرة تutankhamun. والحقيقه ان هذا الاستعداد مش هيبقى في مصر فقط، لا في العالم كله. يعني مفيش دوله في العالم مش هتحتفل بهذا الكشف اللي بيعتبر اعظم كشف تم في 4 نوفمبر 1922. طبعا مصر عامله تنظيم هايل جدا، عندنا مؤتمر ضخم في الاقصر يوم 4 نوفمبر، واعتقد ان مهم ان السياحه تستغل هذا المؤتمر، وعندنا حفله عشاء هنعزم فيه مشاهير العالم من كل مكان، بالاضافه لعرض اوبرا جديده اسمها اوبرا عين. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي بعتقد ان هي مهمه جدا تحصل في سبتمبر القادم باذن الله، ان احنا من خلال هذا المؤتمر نعلن عن اكتشافات اثريه مهمه جدا. احنا دلوقتي عندنا اكتشافات مهمه السنه دي ممكن تعلن، زي عندنا بعثه في اسكندريه بتدور على مقبره كليوباترا. الهرم الاكبر فيه اسرار كتير جدا هتعلن هذا العام. حفائل في منطقه سقاره فيها اكتشافات مهمه جدا من المنتظر يعلن عنها. وادي الملوك والملكات، يعني هناك عندنا تولز مهمه نستعملها في الدعايه السياحيه بالمجان.